الكويت. تفضل استاذ فيصل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا مرحبا ومسهلا باهل الكويت. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله وحيا الله فضيله الشيخ. الله يحييك. الله حبيبنا تفضل. حياك الله فضيله الشيخ. ما تكلمت عنه في بعض ما يجري في الشارع اليوم من السفاهه وعدم التركيز على الامور التي كانت يعني في اخلاق الرسول صلى الله عليه واله وسلم وما يحدث هنا. مثلا فقد قرات حقيقه بعض الاشياء التي يجب ان يلتفت عليها علماء المسلمين. فقول الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا قرات في كتاب مثلا بما رواه احمد بمسنده وقد صححه شعيب الارنؤوط انه قال انه سمعت عائشه تقول مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري وفي دولتي لم أظلم فيه أحدا فمن سفه وحداث السني أن رسول الله قبض وهو في حجري ثم وضعت رأسه علي على أوساده وقمت ألتدم مع النساء وأضرب وجهي. نقطتين في هذا الحديث بعدها صححه شعيب الأرناؤوط أنها تقول قادمة تلطم وتضرب وجهها. هل هذا الفعل جائز وكيف صححه الأرناؤوط هنا؟ والمسألة الثانية أنها قالت عن نفسها بأنها قالت فمن سفه. هل كانت عائشة سفيها وكيف يجب أخذ الدين من الحميرات؟ خذوا ثلث دينكم من الحميرات. وهي تقول انها كانت سفيها والقران يقول ولا تاتوا السفهاء اموالكم. فكيف نؤتي ديننا للشخص السفيه؟ السؤال الثاني فضيله الشيخ هل يجب تصحيح ما موجود في كتب المسلمين مثلا في فتح المنعم وفي شرح صحيح مسلم لموسى شاهين لاشين الجزء الخامس صفحه 622 انه كان يدخل عليها الشاب الايفع وكانت عائشه رضي الله عنها ترى أن إرضاع الكبير يحرم وقد أرضعت غلاما فعلا خط أحمر تحت وقد أرضعت غلاما فعلا. هل عائشة كانت تقوم بهذا العمل؟ طيب تسمعني يا أخ فيصل. فيصل الشيخ بيسأل. فيصل فيصل. نعم أنت. نعم نعم. أنت شيعي أو سني؟ شيعي. فضيلة الشيخ أنا طالب للحقيقة الآن. أنا ممتاز. أريد أعرف أين الحق. ممتاز أبحث عن الحق. جيد أبشر أحسنت. أنا أبويا شيعي. شوف يا حبيب نعم والله العظيم من صدق مع الله سبحانه وتعالى أي والله يعني نعم. ما علي من مراجعي ولا من مشايخي ولا من آياتي. أريد هذا الذي نعم. خلقني. يا رب إن كانت الشيعة حق فاجعلني شيعيا وإن كانت السنة حق فاجعلني سنيا أو إذا كان الحق في غيرهما. فإذا صدق العبد مع الله فالله سبحانه وتعالى سيصدق معه. هذه مقدمة. أما ما يتعلق بالإجابة نعم. على أسئلتك سأجيب عليها بعد قليل. سنمنح الشيخ وقتا نعم. لك خاص يا فيصل. نشكرك على اتصالك والتواصل معنا. نعم شكرا استاذ فيصل. عبد جميل. فيصل من الكويت ويبدو انه شيعي ويذكر يريد الحق. لذلك انت شيخ اردت ان تجيب على اسئلته وان كان خارج الموضوع. يقول في حديث عائشه التي تقول مات النبي صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري ثم ادرج تقول كنت سفيها. كيف الأرناؤوط صحح هذا الحديث وادرجت كلمه سفيه وكيف يؤخذ الحق من سفيها وهي تروي احاديث كثيره؟ نعم طبعا هذه الروايه التي ذكرها ليست صحيحه. الصحيح في صحيح البخاري وفي غيره ان عائشه رضي الله تعالى عنها وارضاها كانت تفتخر وتقول مات النبي صلى الله عليه وسلم في يومي أو في ليلتي وبين سحري ونحري وبين حاقنتي وذاقنتي. يعني تخيل النبي صلى الله عليه وسلم قد رمى برأسه على حجرها رضي الله تعالى عنها وأرضاها وهو قريب من سحرها ونحرها قريب من حاقنتها وذاقنتها قريب من هذه المنطقة. بل النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها كما في صحيح البخاري وهو الكتاب المعتمد عندنا كما أن عندهم الكتاب المعتمد الكافي. فلنجعل مقارنة ما بين ما في صحيح البخاري وما بين ما في الكافي عن اعتقادنا واعتقادهم في عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أو اعتقادنا في الأئمة أو اعتقادنا في علي بن أبي طالب أو اعتقادنا في الحسن والحسين. كيف نذكر نحن الفضائل وهم يذكرون السب واللعن في كتابهم الكافي؟ اعمل مقارنة جادة وشجاعة. يعني قل سأتجرد من أحد يملي علي الحق. أنا سأقرأ عندي قدرة على القراءة. فلآتي بصحيح البخاري أنظر ماذا يرى عن أئمة أهل البيت رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهل صحيح ما يقال إننا نسب أهل البيت أو أن نتهم أهل البيت أو أن نكره أهل البيت؟ هذا كتابنا المعتمد صحيح البخاري صحيح مسلم سنن الترمذي وكذلك تعال بكتابكم الكافي أو غيره من الكتب واعمل مقارنة كما يعمل الآن في المناظرات. فأنا أقول نحتاج نحن إلى أن نراجع ولعله إن شاء الله تعالى إذا كان الأخ معنا فيصل سنراجع هذه الرواية
في مسند الإمام أحمد، وهل فعلا الأرناؤوط صح هذه الرواية التي ذكر فيها أنها سفيهة وأنها لطمت وجهها؟ أنا أقول الآن واثقا هذا غير صحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، إنما الذي ورد في صحيح البخاري أنها بعدما مات النبي صلى الله عليه وسلم سجته بثوبها ثم أخبرت الناس وأرسلت من يخبر أباها أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه رضي الله تعالى عنه وعن علي بن أبي طالب وعن الحسن وعن الحسين وعن فاطمة وعن أسماء وعن خديجة وعن جميع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. النقطة الأخيرة يقول كان يدخل عليها غلامة، هذا كله من الباطل، والله العظيم من الباطل. إذا كنت شجاعا يا أخ فيصل يعني لا تستخدم هذا الأسلوب، أنت راجع بنفسك واتصل علينا في الأسبوع القادم وأخبرنا ما الذي وجدته عن هذه الرواية، وأنه كان يدخل عليها بعض الشباب حتى يتهمونها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. أنا يعني أنا أنزهك أن تكون ممن يصح أن يقال عنهم هذه شنشنة نعرفها من أخزم، لأني لا أعرفك ولا أراك، فأنا مضطر إلى التعامل معك والاحترام المتبادل. نعود إلى موضوعنا يا شيخ وهي قضية هذا دينك هذا دربك ذبت تفجير وقتل كفرت كل البرية عاد كافي ما تمل عايش بعمق البداوة وساكن بفكرك جهل لا عقل عندك وعندك جايز يرضع الرجل شوف وتعقل بكتبك تأمل عاقل وباطل صاعد ونازل صاير رياضي الجور وهابي هذا وهابي الجور وهابي نعم نعم ما ورد في فتح المنعم في شرح صحيح في شرح صحيح مسلم لموسى شاهين لاشين الجزء الخامس صفحة 622 أنه قال أنه يدخل عليها الغلام الأيسع، وكانت عائشة رضي الله عنها ترى أن أرضاع الكبير يحرم وأرضعت غلاما فعلا وكان يدخل عليها، فهل كانت عائشة ترضع شباب قريش؟ هل يجوز ذلك أن تعطيهم الحليب من صدرها؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا رأي رأته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها واجتهدت وجانبها الصواب، وهي بشر هي بشر اجتهدت وجانبها الصواب، بارك الله فيك، ونحن بشر. أما العصمة فليست لأحد إلا للرسول عليهم الصلاة والسلام. السلام عليكم.